ناخد النهارده بالمناسبه طاقم التحكيم ما كانش جيد بصراحه. انا ما بحبش اتكلم على التحكيم بس يعني هسيب الكابتن جهاد جريش احسن يتكلم عنه تفصيلا عشان هو هيبقى عنده لقطات بعينها بدل ما اتكلم انا بشكل عام. كابتن جهاد مشرفني ومنورني. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، وهارد لك لمصر والشعب المصري كله، هارد لك النهارده وحظ مش موفق لينا جميعا الحمد لله. اشكرك يا كابتن جهاد. النهارده طاقم التحكيم في رايك قدم مباراه عامله ازاي؟ والله احنا اتكلمنا في الكلام ده يا كريم قبل كده، قلنا مصطفى غربال والطاقم الجزائري اللي موجود معاه طول ما فيش ضغوط بيأدوا اداء عالي جدا. ده حصل في ماتش الاهلي والزمالك قبل كده في نهائي دوري ابطال افريقيا من غير جمهور ومن غير ضغوط، عملوا احلى اداء وكلنا اشدنا بيهم. لكن اتحط النهارده تحت ضغوط كبيره، ماتش كبير، تصفيه كاس عالم، جمهور ضاغط على في الملعب، ضغوط غير طبيعيه في ماتش فاصل. فكان النهارده الاداء غير مرضي. بيتكلم على 6 انذارات مستحقه للعيبه كتير في المنتخب السنغالي من الدقيقه 9 والدقيقه 18 وانت طالع لغايه نهايه المباراه، 6 انذارات كتير جدا مستحقه ما يحصلش عليهم غير الانذارات اللي اتاخدت. في لعيبه من 6 انذارات كان ممكن ياخد الانذار الثاني والطرد. في فاول عمر جابر اللي كان فيه بوسبل بناء ريد كارد، الفار طبعا بيشيك عليها، هي تستاهل انذار ما تستاهلش، ده كان الانذار الثالث في المباراه اللي ما اتاخدش للمنتخب السنغالي. الانذارات دي كلها عمل ضغط على منتخب مصر، ما وفرش الحمايه للاعبي منتخب مصر طول الوقت. يمكن هو عربي، يمكن العربي ده كلمه عربي ده كان ضغط عليه ان هو الراجل عايز يثبت ان هو مش مع مصر ولا ضد السنغال، فطول الوقت كان ضد منتخب مصر. كان الانذار سهل جدا للفرق للمنتخب المصري، مجرد وانذارات مستحقه على فكره، في انذارات كثيره جدا ده لمنتخب مصر وانذارات مستحقه وده ما فيش مشكله منها، بس ميزان العداله ما كانش واحد. ميزان التقييم الاداري في المنتخب السنغال ومنتخب مصر ما كانش واحد. طول الوقت كنا حاسين كجمهور عادي خالص، سيبك من التحكيم بقى، كجمهور عادي خالص ان طول الوقت الحكم جاي عليك مش موفر لك العداله. في اصابه لعمر جابر خرج بيها وما خدش حتى الركله الحره المباشره قبل ما، واللعبه تستحق الانذار، ما خدش من ضمن الانذارات الـ6 اللي النهارده اغفلها مصطفى غربال في المباراه. مصطفى النهارده ما كانش مركز في الماتش، الدليل الكره اللي خبطت فيه على حدود منطقه الجزاء منتخب مصر، استحاله حكم في ماتش كبير زي دوت الكره تخبط فيه في المنطقه دي، في المنطقه الخطره ديت، وكانت هجمه خطره للسنغال. فوجوده في المكان ده معناه ان هو الراجل طول الوقت في ضغط عليه، الراجل مش مركز، مش احسن حاجه عند مصطفى النهارده. زي ما قلت لك يا كريم قبل كده ان كان في ماتشين اللي فاتوا بالنسبه له برضه كان تحت ضغط الهلال السوداني والمريخ السوداني، كان برضه مستوى مش المستوى اللي احنا نعرفه عن مصطفى. واللي قبله برضه في الدوري السعودي النصر السعودي والهلال السعودي برضه ما كانش مصطفى، اول ما تلاقي ضغط وجمهور تلاقي مصطفى تاني غير اللي احنا في مصر بنعرفه. النهارده ما كانش موفق، داس على منتخب مصر بكل موتي من قوه بدون عمد، ولكن ما وفرناش الحمايه وما اداش كل واحد حقه بالنسبه للكروت الصفراء اللي هو اغفل ست كروت صفراء لمنتخب السنغال. كان فيهم واحد رقم 15 ياخد انذارين في المباراه ويطرد، كان ده تفرق جدا في نتيجه المباراه وحدث المباراه. وبالتالي النهارده تقييم شامل للطاقم التحكيم النهارده لا كان في مستوى غير جيد ومش على قد مستوى المباراه وحجم المباراه. فالنهارده اخفاق كبير للطاقم الجزائري في مباراه مصر السنغال ومصر النهارده. طيب كابتن جهاد عايز اسالك سؤال فني بقى في التحكيم النهارده، واحنا بنشوط ضربات الترجيح ليزر كان كتير قوي، في دخان كتير قوي، هل هنا الحكم كان ممكن يتدخل باي شكل ولا دي حاجه خارجه عن اختصاصات الحكم؟ بص كريم، احنا انا الليزر ده كان موجود في عين الشناوي كتير جدا في الماتش قبل ركله الترجيح. بالظبط. لو اشتكى الشناوي او اتكلم محمد صلاح يا كابتن فريق من حقه، لان الليزر ممنوع في المباريات، وكان ليزر كتير جدا في عين الشناوي وفي عين لعيبه مصر كتير. لو كان يتدخلوا كلعيبه وطلبوا من الحكم كان الحكم هيتدخل ويطلع للامن ويجبرهم على قفل الليزر ده، لكن ده حق للعيب. لكن طبعا وجود الليزر في عين اللعيبه حتى انا كحكم لو شفته ومفيش حد من اللعيبه طلب مني ده لازم اتدخل، لازم امنع ده، لان ده مش عداله ان انا العب في جو بالمنظر ده ويجي لاعب السنغال يشوط او جون السنغال يشوط ما يبقاش في عينه ليزر. فكان لازم يتدخل بكل قوه، لكن انا بكلمك ان هو الاجواء نفسها مخلياه في وضع مش طبيعي ان هو يدرك كل الحاجات دي اللي احنا بنتفرج عليها بهدوء. كان هو لازم برضه يبقى في وضع هادي ان هو يتفرج على الحاجات دي كلها ويتدخل فيها بمنتهى القوه لتحقيق العداله في الملعب. وفي الاخر كان يكسب يخسر مش هتفرق، بس في الاخر لازم تتدخل طبقا للقانون واللوائح اللي موجوده، ان ده طبعا ليزر غير موجود في الملعب، ده طبيعي جدا. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه،
انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نصيبنا من التحكيم دايما، نصيبنا العادي يعني برضه من الحاجات العاديه خلاص.